السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة أنا بكلمكم عن البراند العظيم اللي هو مكنة أنا، شركة إيبال. شركة إيبال من الشركات القوية جدا والمشهورة جدا في مجال الساعات. نزلت عدد من الموديلات الفخمة جدا، ومن ضمنها الساعة اللي أنا ماسكها في إيدي. الساعة اللي ماسكها في إيدي دي اسمها إيبال برازيليا كرونوغراف أوتوماتيك. طبعا الساعة دي من إنتاج سنة 2005 لحد 2012، وبعد كده وقفت، يعني ما بقاش في منها يتصنع تاني جديد. الساعة دي مصنوعة من الستانلس ستيل، مقوى جدا، وكمان المكرر اللي هو فيه كيرفي اهو مش ستريت، وكمان الإزازة بتاعتها سافاير كريستال اللي هو برضو بومبي او كيرفت. برضو الاستيك بتاعها من الكروكودايل او جلد تمساح. الساعة دي في مزودة بستوب ووتش وعقرب ثواني وتاريخ. الارقام اللي فيها ارقام رومانية وليس عربي او انجليش، يعني ارقام رومانية، برضو رومانية قديمة، حاجة برضو يونيك شوية. التاج بتاعها محفور طبعا عليه علامة ايبال، وكمان نفس الباكل كمان اللي هو القفل، القفل برضو محفور عليه ايبال، وبرضو من الستانلس ستيل قوي قوي، وده اللي بيعجبني. الساعة فيها باور ريزيرف او احتياطي طاقة، بتقعد 48 ساعة شغالة. اللهم صل على النبي. الساعة بولشد، يعني من الستانلس ستيل اللي هو متلمع، في حاجة اسمها بولشد وفي حاجة اسمها براشد. ده بولشد اللي هو بتبقى حاجة متلمعة بتعكس فيها صورتك، او لو انت بصيت فيها كده تعكس فيها صورتك. الساعة واخدة سيرتفايد او شهادة من كرونوميتر ان هي بتأخر في اليوم 13 ثانية، قصدي 10 ثواني، بتأخر في اليوم 10 ثواني. تمام كده، احنا اتكلمنا عن الساعة. نخش بقى على الانترنت ونشوف بقى الساعة دي يعني ايه اللي جواها تاني. ساعة ايبل فور من كرونوغراف موديل كذا. نخش بقى على الحتة دي. الساعة اوتوماتيك. الساعة طولها من فوق، الطول 48، العرض 39، قول 40 مقاس 40، العرض ده مقاس 40، الطول ده مقاس 48. ساعة كبيرة. الساعة مبنية على الساعة الكاليبر بتاعها، او اللي هو المكنة بتاعتها اسمها ايبيل 750. طبعا احنا مش عارفين ايبيل 750، لو دورت على الانترنت مش هتلاقي ايبيل 750. هي مبنية على بيز او قاعدة اسمها 2894، والمكنة دي بالذات انا اتكلمت عليها ان المكنة في الساعات الريبليكا. لو تدوروا على المواضيع اللي انا اتكلمت فيها في ساعات الريبليكا 2894 اللي هي دي، المكنة دي اتبنى عليها يعتبر معظم البراندات القوية جدا جدا والغالية جدا جدا فوق ما تتخيلوا، وليكن زي التاج هوير. التاج هوير كاليبر 17 دي متاخده من 28 94. التاج هوير دي اللي اسمها مونزا برضو متاخده من 24 28 94، اللي هو العقرب الثواني بيبقى في الجنب، نفس اللي في الابل، ولكن الابل التاريخ بتاعها تحت هو التاريخ بتاعها عند رقم 4، ما بين 4 و5. ما هو ده البيز، دي القاعدة، لكن هم بيعدلوا فيها، يزودوا تاريخ، يزودوا مثلا جي ام تي، يزودوا يحطوا مثلا تاريخ رقم 3، يحطوا تاريخ رقم 5 وهكذا. عندك كارتيه رود ستار برضو مبنية على 24 98 24 28 94 اهي، نفس الموفمنت. ايه تاني؟ في البورش ديزاين برضو نفس الموضوع، مبنية على 28 94 المكنة، ولكن التاريخ هنا في رقم 4 و5. طبعا نيجي الأخيرة، تاج هوير موناكو. موناكو دي من الساعات الغالية جدا جدا جدا، تصل ل 8000 وال 9000 دولار. ايه الفرق ما بين الإيبال؟ ايه الفرق ما بين مكنة الإيبال، قصدي أو براند الإيبال وبراند التاج هوير أو براند الكارتييه؟ الماركتينج فقط لا غير، الماركتينج والماركت شير اللي في الشير اللي في اللي في اللي في السوق. الماركتينج إن الناس بتعرف تسوق لنفسها كويس أوي 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 أوي،
انا اخر اعلان شفته لكارتييه كان جايبين فيه كريستيانو رونالدو، كان لا كان لتاج هوير، كانوا جايبين فيه كريستيانو رونالدو عشان يقدم لهم الساعه اللي هي اسمها جيت كونكتد. شركه بيل من الشركات القويه جدا 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 في مجال المجوهرات، كمان بتصنع ساعات فيها مجوهرات، فيها اللي هي الارقام بتبقى عباره عن فصوص الماس، والكيس كمان من بره بتبقى فيها فصوص الماس. ماركه بيل من الماركات القويه جدا. ان الواحد بصراحه ما شالهاش قبل كده، بس دي اول مره اشيلها. والحمد لله شلت ساعه تقيله يعني فيها. وشكرا جدا ليكم، ان شاء الله. شكرا جدا.